أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهو على كل شيء قدير قال رب العزة جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال أيضا يا معشر الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وأصلي وأسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وبينتها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال وأسلم على صحابته الغر الميامين وعلى من صار على منوالهم ومنهاجهم إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون يقول تعالى في سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم
ولا طعام إلا من غسلين. أيها المسلمون، أيها الموحدون، نعيش هذه الأيام رمضان وقد مرت مناسبة فتح مكة العشرة من رمضان السنة الثامنة للهجرة، حيث أن المشركين نكثوا العهد في صلح الحديبية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فجهز الحبيب المصطفى جيشا قوامه 10,000 وفتح مكة. وعندما فتح مكة كسر الأصنام في مكة، وعندما كسر الأصنام في مكة قال قوله المشهور: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من بلده ومسقط رأسه مكة مغرما، وكان قلبه معلق في مكان مولده مكة، ولكنه كان يحب مكة فأرجعه الله إليها منتصرا. أيها المسلمون، بعد أن كسر الحبيب المصطفى الأصنام في 10 رمضان في السنة 8 للهجرة وفتحت مكة، وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعدها بشهر في 10 شوال من السنة 8 للهجرة جهز مالك بن عوف زعيم الطائف الذين آذوا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما ذهب إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليستنجد بهم ويدعوهم إلى الإسلام، رموه بالحجارة، رموه بالأوساخ، حتى أن قدماه سالت من الدماء، ونزل إليه ملك الجبال، وكانت الطائف موقعها بين جبلين: أمرني يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال له: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم أمة توحد الله. In a small narration about the story of Fath Makkah, the conquest of Mecca, and what happened after the conquest of Mecca, a month after from that, the people of the Taif, they prepare a 20,000 soldiers from Al-Hawazan wa Thaqif in order to fight our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, because our Prophet Muhammad, when he destroyed the idols in Mecca, he is not just destroying the idols inside Mecca, he destroyed a major idols beside Mecca. It's for all the people around Mecca, all the tribes, even the people of the Taif. So they prepared 20,000 people and they went to the valley of Hunayn between Al-Taif and Mecca, and they made an ambush for Prophet Muhammad and his soldiers. Our Prophet Muhammad at that time prepared the 10,000 people who conquest Mecca plus 2,000 from Mecca. So the total 12,000. At that time, the Muslim people, they thought they're going to be victorious because this is the only time their numbers is more than the enemy numbers. And Allah said in Surah At-Tawbah, لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. أيها المسلمون، هذه الأيام
لا بد من ذكرها، فتح مكة ومعركة حنين التي in the beginning of the Hunain, because the Muslim soldiers got ambushed, most of them ran away. Only Prophet Muhammad and a few people, about 100 people stayed with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At that time, our Prophet Muhammad, he was a true leader. Our Prophet Muhammad, he was a brave man, because by himself fight the people of the Taif. And Allah subhanahu wa ta'ala support him by the angels from the sky. And at that time, our Prophet Muhammad defeated those people, the 20,000 people who come to defeat the Muslim people. So my dear brothers and sisters in Islam, I said I will talk briefly about these occasions, the Fatih Makkah and Ma'arakat Hunain. But my main goals today is talking about how can Allah subhanahu wa ta'ala touch people's heart once they live far away from Him. There is a story about a young woman. Her name Sarah or Sara in Arabic. She is Lebanese. In her story, in her letter, she sent a letter to Amr Khalid. Amr Khalid, he was a da'i, a preacher, and he's still. 14 years ago, Sarah, she was 21 years old. She sent a letter by email to Amr Khalid when he was doing Islamic show in Lebanon 14 years ago. She said, "My name is Sarah and I am 21 years old. My father, my mother, Lebanese. They migrated from Lebanon to New Zealand. Now I live in New Zealand. Once my father and my mom got to New Zealand, I was so young, they got split, they got separated. And each one of them married a different person. So I end up living under my own. So I lived most of my life away from Allah subhanahu wa ta'ala. I'm so beautiful, I even participate in my county in New Zealand in beauty contest, and I won the contest. And even I participate in New Zealand, the country itself, in a beauty contest, and I was about to win. So when I turned 21 years old, I have a boyfriend, I live the Western life, and I go to college, and to support my life, I work in a bar. I work in a bar at night to support my life. I did everything haram you can imagine. And I have a boyfriend and I drink alcohol and khamr. One time I went to visit a Lebanese family, Arabic family, and I saw your Islamic show in the Arabic TV. And at that time your episode was talking about modesty in Islam, al-iffa. And whatever you said, it touched my heart. So I'm asking you, after what I told you about my story, I'm living in haram, I have a boyfriend, I drink, I do everything haram, and I barely speak Arabic, and I barely know anything Arabic or religion. Do you think Allah subhanahu wa ta'ala will accept me if I go back to Him? So Amr Khalid replied to her by saying, of course, Allah will always accept you. So anyway, she decided to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. She started learning Islam. She started learning about the Quran, and she told Amr Khalid in the following days, right now, I quit working in a bar. Right now, I quit drinking alcohol. I only have a problem. I still have my boyfriend. I'm gonna try to split with him. So anyway, at the end, she split with her boyfriend, and she went back to Allah subhanahu wa ta'ala, and she started wearing the hijab, and she started reciting the Quran and know the Quran and the deen. A few days later, after she went back to Allah subhanahu wa ta'ala, she became so sick. She went to the hospital. The doctor diagnosed her with a brain tumor, cancer. The doctor told her, we have to do an operation to remove the tumor from your brain. So anyway, she sent Amr Khalid another letter by saying, ask Allah to forgive me.
I'm going to go through a brain removal operation. If I live, I will support this deen in New Zealand. I will support Islam and tell people about Islam. But if I die, ask the people to for, ask Allah to forgive me. So anyway, Sarah, she go in the operation and then she died. My dear brothers and sisters in Islam, this story or the consideration from this story, قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يا إخواني، رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. رحمة الله سبحانه وتعالى. We live in this West. We live in the West. We have kids. We have kids. How can we grow our kids Islamically by teaching them about Islam? It's very easy to get lost in this life. And I said the story about this young woman, her name Sarah, as an example. This can happen to me. This can happen to you. This can happen to anybody. That's why, my dear brothers and sisters in Islam, we have to take advantage of our best message Allah gave to Prophet Muhammad, the message of Islam. Inna al-Din عند الله هو الإسلام. أيها المسلمون، يقول الحبيب المصطفى كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. الأب راع ومسؤول عن زوجته ومسؤول عن أبنائه وبناته. كلكم راع. نحن بحاجة إلى أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. نعيش في زمان أصبح الحرام فيه حلال والحلال حرام. نعيش في زمان أصبح الحق فيه باطل والباطل حقا. نعيش في زمان اختلفت فيه الموازين. اختلفت فيه الموازين. لا بد لنا يا إخوان أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. الله said in the Quran, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Our Prophet Muhammad, Allah said in the Quran, the nation of Muhammad is the best nation because they are spreading the good, the ma'roof. They are preaching Islam. They are preaching the morality and the manners of Islam, the core of Islam. أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نعيش في هذه الدنيا ثوان. نعيش في هذه الدنيا ساعات. نعيش في هذه الدنيا ساعات قليلة. الموت جاء لا محالة. ملك الموت زائر لا محالة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء. أيها الناس اتقوا الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ذات ليلة يتجول في أسواق المدينة وسمع بنية تقول لها أمها يا بنيتي أخلط الماء بالحليب. فقالت لها البنية خاف الله يا أمه اتق الله يا أمه. فقالت لها الأم إن عمر الآن نائم. فقالت لها بنيتها إن كان عمر نائم فإن رب عمر لا ينام. وقد سمع هذه المحاورة عمر بن الخطاب وذهب إلى أبنائه وقال لهم من يريد منكم أن يتزوج؟ فكل أبنائه كانوا متزوجون إلا عاصم. فقال له يا عاصم إنني سأزوجك بنت بائعة الحليب. لماذا؟ لأنها
امرأة صالحة. قال الحبيب المصطفى: الدنيا كلها متاع وخير متاعها امرأة صالحة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم هي التي تبني وهي التي تؤسس. الأم، أتدرون من هذه البنية؟ هذه البنية أنجبت فتاة، وهذه الفتاة تزوجها عبد العزيز. عبد العزيز، ومن هو عبد العزيز؟ عبد العزيز ابن مروان، أخو عبد الملك بن مروان. فأنجبت من؟ أنجبت الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. الله أكبر. نعم، من رحم تلك المرة خرج عمر بن عبد العزيز. وما أدراكم من هو عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز الذي في عهده كان الذئب يحرس الغنم من كثر العدل. عمر بن عبد العزيز الذي في زمانه لم يجدوا فقيرا يعطوه من زكاة المال. My dear brothers and sisters in Islam, Umar ibn Khattab, one day he was wandering in the night in the street of Medina, and he heard the conversation between a mom and her daughter. The mom is telling the daughter to mix the yogurt with water to cheat people once she sells the yogurt or the milk. But the daughter telling her, don't do that. She said, why? Umar is sleeping right now. She said, if Umar is sleeping, the God of Umar is still awake. Allah is still awake. Allah is watching you. Allah is seeing you. Allah is hearing you. And once he heard this conversation, he liked it. He went to his house and he told his sons, any one of you need to get married? One of his sons, his name Asim, he said, I want to get married. So Asim married the daughter of the lady who sold milk. And from that woman, this is how you build a community. When you have a biased woman, this is how you build a strong community. A community love each other. A people stand with each other. A people who feel for one another. And her granddaughter was the mother of Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz kana khalifatan adil. In his time, he was so just. One time, one of the year, they tried to spread the mal of the charity, the zakat. They couldn't even find a poor person. Allahu Akbar. Ha huwa al-adl. Ha huwa al-adl, ayyuha al-sada. Ha huwa al-adl. Al-adl, أن تحكمون بما أنزل الله، أن تعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. فعيدنا وعيدكم يوم نعود إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الناس، أتدرون لماذا نعيش في ظلام دامس؟ لأننا عطلنا كتاب الله وعطلنا سنة رسول الله. النجاح هو فقط للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، عندما قلوبنا تمتلئ بالإيمان، قسما بالله، سنزيح الجبال بالإيمان وبالعقيدة. ستزاح الجبال بالإيمان والعقيدة. العقيدة أيها المسلمون، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، حتى الله سبحانه وتعالى يصلح حالنا، حتى يصلح أبناءنا، حتى يصلح بناتنا. نعيش في الحرام ليلا ونهار ولا يتحرك قلبنا. نعيش في الحرام، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. إخواني بالله،
عودوا إلى الله سبحانه وتعالى، استغفروا الله سبحانه وتعالى. عندما نتوه في هذه الدنيا لا بد لنا من أن نعود إلى تاريخنا، نعود إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعود إلى الصحابة. إليكم هذه القصة الجميلة. عبد الله بن رواحة أحد الصحابة وقع في أسر الروم، هو ومن معه من الصحابة. فعندما علم هرقل الروم بأن عبد الله بن عذابة قد وقع في أسره، طلب من حراسه أن يحضروا له عبد الله بن حذافة. فقال له: يا عبد الله بن حذافة، اترك دين محمد وتنصر أعطيك نصف ملكي. قال: والله يا هرقل، لو أعطيتني الدنيا كلها وما فيها لا أترك دين محمد. فقال له: إذن. طلب من جنوده أن يوقدوا النار في قدر، وضعوا قدرا كبيرا ووضعوا فيه المياه، واحترق هذا القدر من شدة النيران. وقال له: اترك دين محمد وإلا اذهب وأرمي نفسك في ذلك القدر. فتحرك عبد الله بن حذافة بأقدام ثابتة وبكى. فتبسم هرقل فقال له: تريد أن تتنصر؟ قال له: والله تمنيت لو أن عندي 100 نفس حتى تخرج نفسا بعد الأخرى في سبيل الله وأنا ثابت على ديني. الله أكبر. بعدها أمر هرقل جنوده أن يضعوا له صليبا، فوضعوا له صليبا وعلقوه على الصليب ورموه بالنبال، وقال لهم: لا تقتلوه، ارموا أيديه. فرموه بالنبال وكان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يترك دينه. وبعدها قال لهم هرقل: انزلوه، احبسوه في حجرة، واحضروا له امرأة زانية جميلة مفتنة، واغلقوا عليهم الباب. فحجروه واحضروا له امرأة زانية جميلة فاتنة الجمال، ودخلت وأغلقوا عليه الباب، وأرادت أن تفتنه بجمالها، وأصبحت تتعرى ولم يقترب منها شيئا. فلما خرجت قالت لهرقل: لا أعلم إن بعثتني إلى بشر أم إلى صنم. الله أكبر. وبعد ذلك قال لهم هرقل: احبسوه في السجن وامنعوه الطعام والشراب، وأوضعوا له فقط الخمر والخنزير، فإن عطش شرب الخمر وإن جاع أكل الخنزير. فلبث في السجن 3 أيام وبجانبه الخمر والخنزير، فلم يشرب من الخمر ولم يأكل من الخنزير. فتعجب هرقل فقال له: لقد حيرتني يا عبد الله، لقد حيرتني، خلاص بيني وبينك، قبل رأسي وأترك صراحك، قبل رأسي وأترك صلاحك. فقال عبد الله بن حذافة: يا الله، والله أعلم أن هذا الرجل كافر ابن كافر، وما أردت تقبيل رأسه، ولكن أريد أن أضع فمي على رأسه وأبصق على رأسه. فقال له: أقبل بذلك إذا تركتني وتركت من معي. فقبل هرقل بذلك، ففعل ذلك عبد الله بن حذافة أنه بصق على رأسه، وضع فمه يلمس رأسه ولازم بصق عليه. فخرج هو ومن معه من الصحابة، فتلقاهم عمر بن الخطاب، فقال قصته لعمر الخطاب. فقال عمر الخطاب: والله كل رجل مسلم لا بد له من أن يقبل رأسك يا عبد الله، وأنا أول من يقبل رأسك. فقبل رأس عبد الله عمر بن الخطاب. أيها المسلمون، this is how can you be a good Muslim. You be a good Muslim once the Quran and the Sunnah live in your heart. If the Quran and the Sunnah live in your heart, you will be so strong. Like the story I just said about Abdullah ibn Hudhafa. He was one of Prophet Muhammad's companions. He fell as a hostage in the Roman Empire. And the king of the Rome
made a conversation with him by saying, if you leave the deen of Muhammad, I will split my kingdom with you. He said, no. He said, no. Then he asked his soldiers to bring a big pot and to pour a water in it and to pour a fire under it. And he said, go ahead and throw yourself in that pot. If he threw himself, of course, he would burn and die. Then he cried. And Herakl told him, why are you crying? He said, I cried because only I have one soil. I wish if I have 100 soil, and these 100 soil, one after one, go for the Sabil Allah, go for Allah subhanahu wa ta'ala. And then he asked his soldiers to crucify him, throw some spears at him. And after that, they brought him in a room, and they bring a beautiful woman. Imagine one of us in a room with a beautiful woman, the most beautiful woman, and she tried to seduce you. What are you gonna do? He did not even touch her. And then at the end, the Herakl, the king of the room, said, put him in jail. Put Abdullah ibn Rabah in jail and put for him the khamra, the alcohol, and the pork food, the pig. If he get thirsty, he drink from the khamr. And if he get hungry, he eat from the pig or the pork. Anyway, he did not so. At the end, the king of Rome Empire said, if you kiss my head, I will let you go. He said, you let me go and my friends. So anyway, at the end, he said, when he went back to Allah, I'm not going to kiss his head. I'm going to spit on his head. So anyway, he put his mouth on his head and he spat at him. And at the end, he let him go. He freed him and the people with him, the other companions. So the story, my dear brother and sister, our Prophet Muhammad suffered a lot for us, for this deen to come to us. The companion of Prophet Muhammad suffered a lot for this deen to come to us. Why we are living away from the deen? Why we are living away in this dunya, away from the deen? If we get away from this deen, we get lost. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أدلنا الله أيها الناس اتقوا الله إن هذه الدنيا ساعة فاغتنم هذه الساعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني داع فأمنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارحمنا. اللهم تب علينا. اللهم ارض عنا. اللهم اغفر لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي ميانمار وفي الهند وفي كل مكان. اللهم اغفر لهم. اللهم ارحمهم. اللهم تب عليهم. اللهم داوي مرضهم. اللهم طبب جراحهم. اللهم اجبر كسورهم. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم يا رب العالمين. اللهم إنهم عطشى فاسقيهم يا رب العالمين. خذلهم أهل الأرض يا الله فلا تخذلهم يا رب العالمين. من لهم إلا أنت يا الله. يا ناصر من ليس له نصير. يا ناصر الغلابة والفقراء والمساكين. اللهم ارحم صغارهم. اللهم ارحم نساءهم. اللهم ارحم أطفالهم. اللهم ارحم شيوخهم. اللهم ارحم شبابهم. اللهم ارحم شهداءهم يا رب العالمين. اللهم تقبلهم في عليين يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمون المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا. اللهم اعتق رقابنا في النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا جلاء لهمومنا جلاء لأحزاننا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اصلحنا واصلح أولادنا وبناتنا وزوجاتنا واغفر لنا وارحم أبانا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربي إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم استر عوراتنا وواري سواتنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا في غربتنا واصرف عنا المصائب والنقم وارزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك فيه يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا رب العالمين إلا قضيتها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي المختار. وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صفوف كاملة من ورايا يا شباب، معانا مهدي وغني. تمام، استووا واعتدلوا، أثابني وأثابكم الله. سدوا الفرج وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني بجنة خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أثناء الصلاة إذا التليفون رن أو صار صوت أو كذا، يعني مسموح للشخص إنه يطلع التليفون ويطفيه، مش غلط يعني، ما بصير شيء أصلاً، الأفضل إنه يعمل هيك. فالرجاء من أي إنسان تليفونه برن في وقت الصلاة إنه يطفيه، وجزاكم الله خير.